لي خالد احد نجوم الفريق الاهلي في مباراه اليوم كابتن احمد الفريدي. كابتن احمد، اليوم نتيجه قاسيه على الفريق نجران، وايضا نتيجه مرضيه للجمهور الهلالي في الجانب الاخر. على مستوى التهديف، تفنن الهلال في التهديف، احمد الفريدي يسجل هدف بطريقه اليوم برازيليه في الوانتو بينك وبينها محمد العم. والله الحمد لله، يمكن الفريدي، ياسر، فهد مبارك، العنبر كان اليوم صانع العاب ما شاء الله، مصلح 3 اهداف. فريق الهلال اتوقع انه يعني من مباراه لمباراه يثبت انه فريق كبير، وهو فريق كبير اصلا. الاهداف تعرف يعني لابد 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 اننا نرد الدين اللي كان في نجران، 3 نقاط خسرناها منهم. الحمد لله يعني 7 اهداف اتوقع انها تكفي لهم. هو الحديث كان كابتن احمد، يعني بالنسبه للهلالين تخوف من فريق نجران على المواقف الماضيه، كان نسبه التركيز اليوم حتى بالنسبه للاعبين في ارضيه الملعب كان التركيز عالي وتعداد ممتاز بالنسبه للفريق. الحمد لله، احنا كل مباراه ناخذ لها انها 3 نقاط. نجران اي فريق نعطي كل ما عنده داخل الملعب، تعتبر انها نهائي، لانها 3 نقاط اذا خسرتها خسرت يعني يمكن شيء، يمكن تخسره قدام في المباريات القادمه. اتوقع ان 3 نقاط هي اهم شيء، سواء 7 2 1، اهم شيء 3 نقاط. كابتن احمد، اليوم يعني عوده ياسر القحطاني اضافت الكثير للفريق الهلالي، حتى ياسر يعني تحدث انه احنا اضعنا الكثير من الفرص. ياسر اتوقع انه ما شاء الله يعني اهدافه هي اللي تحكم عودته اليوم، وضيعنا فرص صح، وتكفي يعني تكفي 7 تكفي. وهذه الفوز طبعا الامير عبد الرحمن بن سعد انه ما قصر معنا في كل شيء صراحه، سواء اداريا فنيا لاعبين، كل السبل وفرها لنا صراحه. طب يا احمد، يعني ضاعت منك اليوم واحده كانت زي حقه الاتحاد، اتوقع انك نفس الشيء نادر. والله انا بالذات انا كان شعاري اليوم لا رحمه، لكن يلا ما جات. شكرا لك احمد. حديث الكابتن احمد الفريدي، ايضا انتظر بعض النجوم هنا في ارضيه الملعب. الى انا اجهز مع احد النجوم، منصور قاسم، كابتن عبد اللطيف حسين، مساك الله خير. كابتن عبد اللطيف، اليوم كنت اتحدث مع اللاعبين انه كان في تركيز عالي من الفريق، من لاعبين الهلال اليوم في المباراه. ما في شك، انت يعني زي المباريات هذه انت حريص جدا على انك تكسب النقاط وايضا تكسب الاهداف، لان الاهداف في التالي لها يعني معيار للتفوق في الاخير. اعتقد ان المباراه هذه لابد ان نكون مركزين فيها اكثر شيء، لان فقدان اي نقطه مع فقدان الاتحاد نقاطه اليوم 2 تعني احباط كبير لنا حقيقه. حرصنا بان نظفر بالنتيجه والمستوى، اعتقد ان الهلال قدم يعني مستوى عالي جدا، توج فيه نتيجه كبيره. نعم. كابتن عبد اللطيف، يعني هل هو التركيز والاداء الهلالي ام ضعف كان في فريق نجران واضح؟ والله اعتقد هذا فريق النجران اللي هزمنا الدور الاول، ولكن اعتقد ان الدور الاول نتيجه عدم التركيز الجيد. لو نراجع المباراة أعتقد أن كنا نقدر نفوز بنفس النتيجة اللي اليوم، قياسا بالفرص اللي ضاعت. اليوم احنا استغلينا الفرص، ولكن أيضا كان هناك برضه تسرع في بعض الفرص، ولكن نقول على كل حال المباراة مجملها كانت هلالية، سيطرة ميدانية وأيضا تحرك بكرة بدون كرة، جدية في الأداء، حصلت نتيجة المباراة هذه. تحرك بكرة بدون كرة كابتن عبد اللطيف كانت تحتاج لياقة، أنت مدرب لياقة، كيف تطمئن على الفريق في الناحية اللياقية؟ الشيء اللي أنا أبغى أوضحه يعني للجمهور عامة، ترى الفريق لما تكون مع الكرة ويتناقلها بباصات يصير الكرة هي اللي تتحرك أكثر من اللاعبين فيحتفظ بمجهوده، بالعكس أنت لما تخسر الكرة بسرعة تبذل جهد كبير حتى تستردها من الخصم، فأنت تبذل جهد كبير في استرداد الكرة من الخصم، فالوقت اللي أنت ترتاح فيه وتحافظ فيها على لياقتك المفروض لما تكون الكرة معك. اللي حصل مع الهلال اليوم انه كان يتناقل الكرة مع فريق نجران يركض خلف الكرة، واحنا نركض ومعنا نخلي الكرة هي اللي تركض. نعم، ادخرنا مجهودنا، صار فيه فراغات في دفاع الخصم نتيجة التمرير الجيد، حصلت نتيجة المباراة هذه. شكرا لك كابتن. شكرا. ايضا الكابتن منصور قاسم، كابتن منصور، اليوم كان الكلام يعني يجي عن الهلال بانه فريق ما يقدر يفوز بهالنتائج القويه، يعني ما يحقق نتائج قويه، اليوم يرد رد قوي الهلال ب7 اهداف، اعتقد نتيجه قويه بالهجوم الهلالي ايضا. اول شيء ابارك جميع الهلاليين بهالنتيجه الكبيره، طبعا بعد تعادل فريق الاتحاد برضو اعطى اللاعبين دافع، متى ما حضر لعيبه الهلال وكانوا مركزين يطلعون بالصوره هذه ولله الحمد لله. على مستوى الأداء بالنسبة في الشوط الأول والشوط الثاني؟
بالعكس اليوم الهلال كان حاضر من ناحية التركيز، من ناحية اللياقة، من ناحية تنظيم الفريق طبعا، واستغلال الفرص اللي أهم شيء. يعني زي ما قال كابتن عبد اللطيف، مشكلة المباراة السابقة كانت أمام نجران أن أضعنا فرص كثير، يعني اللي شاهد مباراة ضد نجران شاف كيف ضيعنا فرص. اليوم كانوا أكثر تركيز، تصميم بداية المباراة على أنهم يحرزون نتيجة كبيرة، توفيق الله سبحانه وتعالى قدرنا نحقق النتيجة هذه. شكرا لك كابتن. الله يخليك. شكرا لك. كان